هالشاب دمر كل شيء نحنا خططنا له، ولو لو وجوده نحنا كنا قدرنا نشوه صورة فيديكا ونسبب له الإهانة قدام الكل. لا تاكلي هم هالشي أبدا. نحنا لو ما قدرنا نسبب له الإهانة هالمرة، كوني واثقة إنه هي رح تعاني كتير مع الأيام اللي جاي. ولهيك أنت بس استني وشوفي شو رح أعمل فيها، لأنه يمكن تكون هالصورة اللي قدامي قادرة إنه تعبر أكتر ما بتعبر كل الجمل والكلمات. حماتي بترجاكي سامحيني، أنا كتير مضطر إنه شوه صورة ساهيل مشان أقدر حقق الشي اللي بدي إياه، بس مشان أكون صريح مع حالي بالموضوع، أنا رح أحس حالي أحسن إذا شوهت صورة ساهيل، وبعرف إنه شو ما عملت أنت رح تحمي ساهيل وتطلعوه من القصة، ويلي رح يصلح الموضوع بيكون معلم. معقول هذا الشيء معقول هيك بشوف لا مو هذا الشيء مش معقول تعرفوا كل حياتنا هذا شوفي شيء ابدا عيب معقول هذا الشيء معقول هيك بشوف لا مو مسموح لانه كثير غلط عيب يعملوه هذا الشيء كثير غلط يعني عيب يعملوه وهذا الشيء ما بسموح إذا أنا وصلتني هاي الصورة لكان هي وصلت للكل. لازم شوف ساهيل وفيديكا. حبيبتي يبدو إنه في حدا رايح ومستعجل ومو منتبه على حاله وصحته، بس يبدو أنتي شكلك نسيتي إنه نحن فقدنا ابننا مو هيك؟ ولهالسبب خلينا نخطط انه نجيب ولد تاني وباسرع وقت. ديباك انا لازم احكي مع ساهيل وفيديكا بموضوع. لا اسمعيني هلا مو وقت انه تروحي وتحكي مع ساهيل وفيديكا، وما تفكري انه بس هنن عم يمرقوا بوقت صعب. وبالنسبه لموضوعنا نحن هي اللحظه المناسبه تماما. الدكتور خبرني انه هلا هي الفتره المناسبه لنقدر ننجح نحن بموضوع الطفل. يلا تعي. سيدة أجروال، أنت بتعرفي إنه ابنك على تواصل مع هاي المرأة السيئة؟ ومن أيمت هنن على تواصل سوا؟ شو نوع الرابط اللي بيناتهم؟ بس أنت كيف ما عرفتي إنه في شيء سيء عم يصير بيناتهم؟ اسمعوا، خلوني أخبركم إنه فيديكا عبارة عن مرأة كتير سيئة، وهي دائماً كان بدها ساهيل إنه يحبها. وبالنسبة لموضوع هاي الصورة، فيكم تكونوا متأكدين إنه هالصورة مزيفة. طيب، نحن توقعنا هذا الشيء، بس أنت كيف فيكي تثبتي إنه هالصورة مزيفة؟ إيه؟ بومي تعالي بنتي. هي بومي، هي بتكون خطيبة ساهيل وهن رح يتزوجوا كمان. طلعوا شوفوا الخاتم، ساهيل لبسها الخاتم، لهيك فيك تقلي إذا كان حدا عنده هيك صبية حلوة وصغيرة بالعمر مثل بومي ليش لحتى يلحق مرة أكبر منه كتير بالعمر. لهالسبب كل اللي صار يعتبر مسؤولية فيديكا، لأنه هي ما قدرت تستوعب إنه ساهيل اختار قرايبتها بدها لو قرر إنه يتزوجها كمان. أنت بتقصدي إنه هي بدها تدمر حياة قرايبتها اللي أصغر منها؟ إيه هالشي مو لا 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 حبيبتي، خليني أنا اللي أحكي معهم. اسمعوا، هالموضوع بيزعل كتير، بس للأسف هو صحيح. دعيتكن لهون مشان تعرفوا الحقيقة كلياتها، وأنا قلت كل يلي لازم أقوله بهالموضوع. بس إذا حدا منكم عنده أسئلة أكتر بتقدروا تتواصلوا معي بعدين، لأنه أنا عندي شغل كتير حاليا. بس مدام لا مشغولة وبتتواصلوا معي بعدين. يلا تفضلوا. عن جد طلعت عمت ساهيل بيملى مرة كتير سيئة، يعني هي غيرت الحقيقة ليصير كل الحق على فيديكا. فيديكا وساهيل
وينكن لهلأ؟ لازم ترجعوا فوراً، ما فيني أتعامل مع هالشي لحالي. عن جد ما حدا عم يعرف شو عم يصير بهالعالم هاد. أنا اليوم سمعت قصة كتير غريبة، إنه هلأ في مرة وحيدة عمرها 42 سنة على صلة مع شاب بيكون أصغر منها بكتير، وسمعت كمان إنه التواصل يلي بيناتهم كتير سيء، وكمان بيقولوا إنه هداك الشاب بيكون خطيب قرايبتها لهي المرة. مو شي بيصدم؟ الناس تخطت كل الحدود المسموحة، ولا وحدة من عيلتي بتتجرأ تعمل هيك تصرف سيء. أساساً أنا كنت قتلتها. أستاذ شو رأيك؟ تسقط بيدك، تسقط. اسمعني شوي، وقف هون لو سمحت. انتي سيئة كتير يا فيديكا، انتي سيئة كتير يا فيديكا، انتي سيئة كتير يا فيديكا، انتي سيئة كتير يا فيديكا. تسقط فيديكا، تسقط. تفضل. تسقط فيديكا، تسقط. شو صار؟ انت اللي عملتي ماله غلط بنوب، ليش خايفة هيك؟ لا ساهيل، ما رح نمشي مع بعض، انت رح تتعرض للخطر. فيديكا ليكي، فهميني انت امتى رح تستوعبي انه اللي بيأثر عليكي بيأثر علي مباشرة؟ صح يعني نحن مالنا مع بعض، بس نحن مقربين من بعض. تسقط فيديكا، تسقط. طلعي عليهم بثقة، وياريت تخلي راسك مرفوع مثل ما كنتي طول الوقت، لانه اذا تجنبتيهم هن رح يحاولوا يضايقوكي اكتر. أنا معك، ما تقلقي بالمرة. تسقط فيديكا، تسقط. تسقط، تسقط، تسقط. أنت سيئة يا فيديكا. فيديكا شو تعليقك على الصورة يلي انتشرت؟ لو سمحتوا رجعوا لورا، لو سمحتوا. فيديكا شو ردك على الشي اللي عم يصير؟ لو سمحتي. أنت ليش هادية؟ خبرينا شو تعليقك على الصورة لو سمحتي. لو سمحتوا كلياتكم، ما تجوا رجعوا لورا. لك اسكتوا شوي، اهدوا شوي، المرأة حامل وممكن إنه تفقد وعيها، بعدوا عنا. نعرف إنها حامل، بس ابن مين هالطفل؟ بيكون شرعي ولا لا؟ لازم تجاوبنا. بس من الواضح إنه قرايبتها ما عندها أي مشكلة بإنه هي خطفت خطيبها، ها؟ الظاهر إنه هالقرايب بحبوا بعض أكتر من اللازم. إيه صح، نحن منحب بعض وما حدا دخله بأمورنا ولا كيف منتصرف، لأنه نحن مندعم بعضنا، بس الأهم إنه نحن منحترم بعض ومنوثق ببعض كمان. لهيك لو سمحتوا لا تحاولوا تتدخلوا بنوب بخصوصياتنا، ويلا روحوا من هون. انتي ما بتعرفي انه يلي ناويين حضرتكم تعملوه ما بيصير ابدا. بس هن الناس اغنياء بيعملوا يلي بدهم اياه. لا انت غلطان كتير، نحن اغنياء، بس هذا الشيء ما بيعني ابدا انه نحن ما عنا ضمير، عم تفهم؟ بلا هي الاتهامات وروحوا من هون يلا. صدقني نحن بنعرف شو عم بصير ببيتك كتير منيح. خبرني انت شو الشيء اللي بتعرفه عن بيتي. يلا خبرني شو اللي بتعرفه، احكي يلا احكي. تسقط، تسقط. تسقط فيديكا معذور. يلا فهمني، قول قول إذا عندك شيء قول. يلا ليش عم تتهمنا هي الاتهامات؟ مو عيب عليك؟ عيب عليك. فيديكا، فيديكا أنت منيحة؟ فيديكا معذور. شو حصل؟ تسقط، تسقط. بكفي بقى، أنا مليت من كل هذا الحكي الفاضي، ما عاد فيني أتحمل اتهاماتكم الباطلة. أنا ماني سيئة، تفكيركم هو السيء. صح أنا زوجي مات بعمري كتير صغير، بس أنا ماني مسؤولة عن هذا الشي بنوب. كان علي أعتني بأمي وبنتي وأعمل كل هالشي لحالي، ومع هيك مو أنا المسؤولة بنوب. والشاب اللي أصغر مني ب 18 سنة حبني بطريقة غريبة. أنا زوجي خسر حياته من فترة بحادث، وابني الصغير للأسف لسه ما ولد.